نروح بقى لعلي معلول، كابتن محمود الخطيب بدوره الانساني كرئيس للنادي الاهلي اثر على زياره الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق بالمستشفى بعد جراحه اكيلس الناجحه اللي اجراها اللاعب الحمد لله بمعرفه اكبر احد اكبر الاطباء يعني، واطمن رئيس النادي على حاله علي معلول بنفسه، واكد على مساندته ورفع من معنوياته وتوفير كافه الاحتياجات العلاجيه والتاهيليه على افضل مستوى. طبعا ده كان باين من الاول خالص، والكابتن محمود الخطيب بيعرض عليه اذا كان هو حابب يعمل عمليه في مصر او يسافر، اذا كان هو ده شيء مهم جدا. ده بقى لعيب مننا، علي معلول ده مننا دلوقتي، هو كابتن من كباتن فريق النادي الاهلي، واحد ليه تاريخ جوه النادي 8 سنين. علي معلول ما شفناهوش مقصر في ولا موقف، واحد بيتعامل على انه ابن من ابناء النادي الاهلي، من جمهور النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي. مفيش حد مش زعلان على علي معلول. علي معلول واحد مننا زي ما قلت لحضرتك، واحد يعني ما ينفعش نقول عليه لاعب اجنبي. ده ما بقاش محترف اجنبي، ده واحد من منظومه النادي الاهلي اللي كانه اتولد في النادي الاهلي بالظبط. واحد من نجوم كيان كبير، واحد من كباتن الفرقه، واحد لو مش لابس شرط الكابتن فهو واحد من الكباتن. علي معلول لاعب شارك في صناعه مجد كبير جدا مع النادي الاهلي على مدار 8 سنين وحتى الان، وان شاء الله يكمل كمان في النادي الاهلي بعد ما يتعافى من الاصابه. هنا كمان الدور الانساني للكابتن محمود الخطيب، قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي واسطورته، كابتن محمود الخطيب ما بيتاخرش في المواقف اللي زي دي على اي لاعب من ولاد النادي. ما بالك بقى وده علي معلول نجم الفريق اللي لسه يعني بيكافح مع الفريق ودايما مخلص للفريق، خاصه ان عندنا كلنا اللاعبين الاجانب اللي في مصر بقوا مننا وفينا كده زي علي معلول يتعدوا على الاصابع. النادي الاهلي الحقيقه يعني اخلاص علي معلول هيترد له، سواء وهو لاعب مكمل في النادي الاهلي وان شاء الله يتعافى ويقوم بسلامه ويكمل، او حتى بعد ما يبطل كوره. زياره جت في وقتها في الوقت المناسب جدا من كابتن محمود الخطيب عشان يطمننا كمان على اصابه علي معلول، اللي واحد فعلا مش هينسى وجود علي معلول احد كباتن فرقه النادي الاهلي، واحد من الباكات الشمال المميزين جدا في تاريخ النادي الاهلي. يعني لما تيجي تعد كده علي معلول في الثلاثه الاوائل. بلاي ميكر محترم جدا، انسانيا شخص رائع وراقي جدا، ما شفناهوش مشكله واحده داخل الملعب او خارج الملعب. واحد من الناس اللي فعلا جمهور النادي الاهلي مش هينساها. تعالوا